أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين بدءا من موازنة العام المالي القادم. وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن تلك القرارات تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته. وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أشاد مدبولي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مؤكدا أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي في ختام فعاليات المنتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية. We'll be right back.